السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده جميل جدا لعمل الفيديوهات، يحول لك النصوص لفيديو بسهولة جدا. تقدر تحط النصوص وتحط جنبها الصور ويطلع معاك فيديو في الآخر. الميزة إن هو فيه تقدر تضيف ترجمة للفيديو، وتقدر تضيف مؤثرات صوتية متنوعة، أكثر من 5000 مقطع صوت فيديو. تقدر تغير الأصوات وتخصصها زي ما أنت عايز. ممكن تديله محتوى اي صفحة على النت وهو يعملها لك كفيديو. وفي قوالب جاهزة كتيرة جدا عشان تسهل عليك عملية انتاج الفيديو. تقدر تضيف اللوجو والشعارات، فبتحول الصور العادية بتاعتك لفيديوهات بطريقة سهلة جدا، وتقدر تعدل فيها بسهولة. فاول ما بيفتح بيسألك بقى انت عايز تعمل ايه، سكريبت فور فيديو ولا اديت فيديو، ولا عايز تضيف سبتايتل تو فيديو بتعمل تلقائي، ولا عايز تعمل فيديو باستخدام الاي اي. فتقدر تختار اي حاجة انت عايزها من هنا، او تقول له سكريبت وفيديو. عندك سكريبت جاهز تبدأ تحطه وتبدأ ان انت تتعامل معاه. يعني خلينا مثلا نكتب اسم الفيديو مثلا ايجيبت، واديته بعض التكست. بالشكل دوت اهو. ممكن تقول له بيست، وممكن تعمل هايلايت على بعض الحاجات بالشكل دوت، ونقول له كري بروسيس. وهو بقى بيديني مكتبة كاملة من التمبليت، تقدر تختار منها الشكل اللي انت عايزه. طبعا انت ممكن تختار اي حاجة وتعدل عليها، مفيش اي مشكلة خالص زي ما انت عايز. وليكن مثلا اخترت دوت، طب عايزه بأني مقاس، فتلاقي هو عمل لك الفيديو تمام. ونقدر نقول له شغل، لاحظ ان هو حط صورة مناسبة للكلام اللي موجود، بس هو حط علامة مائية عشان هي مجاني. خدت باله من صورة أبو الهول وحطها. البيراميدز وسفنكس، فعمل فيديو مودهش ان هو بيشوف اهم كلمة في العبارة ويروح حاططها الصورة بتاعتها. وتقدر تقطع في الفيديو، وتقدر تعمل تعدل في الصوت، وتعدل في الإعدادات اللي موجودة. كل الحاجات اللي انت عايز تعدلها تقدر ان انت تعدل فيها زي ما انت عايز. يعني لو في حاجة عايز تعدلها سهل جدا تعدل، وسهل تزود، وسهل تحط اوديو تكست ستايل براندنج فيجوال زي ما انت عايز. والتجربة سهلة جدا زي ما انتوا شايفين بالذكاء الصناعي بيعمل لك اي فيديو في ثواني.